أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب هذا الصرح الديني العلمي، نحييكم من رحاب مسجد نفيسة العلم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، واليوم هو اليوم الأول في هذا الأسبوع الدعوي الثقافي، وقد تخيرت وزارة الأوقاف لهذا الأسبوع عنواناً تحت عنوان الفضائل. واليوم نلتقي ونتحدث حول فضل الذكر، ويحاضرنا في هذا الموضوع علمان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر وفي العالم الإسلامي. معنا متحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والكثير والكثير، والمقام لا يتسع لذكر ما شغله ويشغله العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. معنا متحدثاً فضيلة العالم الجليل، أحد قيادات ومفكري وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، ومعنا مبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والذي سنسعد بالحديث منه حول موضوع فضل الذكر. معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. فضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة. فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسين، مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة. فضيلة الشيخ علاء الدين سليمان، المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة. كما يحضر معنا ونتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وحسن التنظيم أئمة وخطباء
مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، فضيلة الشيخ محمد محمود محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، وكما ترون جمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا لحضور هذا اللقاء. امتلأ المسجد عن آخره بالسادة الرواد، رواد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ومحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى شرائح وفئات شتى جاءوا للاستماع إلى كتاب الله عز وجل في رحاب هذا المسجد، جاءوا للاستماع إلى كلمات العلم. أيها الأحبة، وخير بداية لنا دائما وأبدا أفضل الذكر وأحلى الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيته
وبشر المؤمنين
فضيلة
الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق جامعة الأزهر الشريف، وأيضا عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والله إنه تواضع العلماء وسمت العظماء. فضيلة الدكتور خالد يعني يؤثر فضيلة الدكتور عبد الله النجار، وفضيلة الدكتور عبد الله النجار يؤثر فضيلة الدكتور خالد. ونستمع الآن إلى معالي وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام نفيسة العلم وسيدة العلماء حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نجتمع في ساحته الآن وفي هذه الساعة المباركة لنتذاكر درسا من دروس العلم وموضوعا من موضوعات الدعوة الإسلامية النظيفة الراقية الصحيحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله تبارك وتعالى كما ذكرها في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومجالس العلم هي نوع من أرقى العبادات التي يتقرب بها الجالسون إلى ربهم، فتوجهوا بنياتكم إلى الله تبارك وتعالى أن يقبل منا ومنكم هذه العبادة وأن يسجلها في صحيفة حسناتنا عندما نعرض عليه أمامه يوم القيامة، لأن العلم عبادة من أشرف العبادات. هذه العبادة كان المسلمون في بيوت الله قليلاً ما يتوجهون إليها، وكانوا يظنون أن الطاعة أو العبادة في المسجد مقتصرة، أن العبادة في المسجد مقتصرة على تلك الأنواع من العبادات، الصلاة والذكر وغير ذلك من العبادات والاعتكاف وغير ذلك من الطاعات التي نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في المساجد. وكانت سنة هذا اللون من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست في حسبان كثير ممن كانوا يصنفون الأعمال التي يتقرب الناس بها إلى ربهم. ولهذا عندما أتذكر هذه الدروس وأجد وجودها في بيوت الله تبارك وتعالى بهذه الكثرة وبهذا التنظيم الراقي أتوجه بالشكر، وقد أوجب الله علينا أن نتوجه بالشكر لأصحاب الفضل علينا الذين يرشدوننا إلى الخير والذين يسنون لنا أعمال الخير. في هذا المقام أتوجه بشكر خاص للداعية المجدد العالم الفقيه الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي نبهنا إلى أهمية هذه المجالس، وهو الذي نبه إليها ودعا إلى إقامتها وحرص على أن تنظم بهذا الأسلوب الراقي الذي يتداول فيه العلم ويقول فيه العلماء كلمة الله تبارك وتعالى متجردة خالصة لوجهه لا يبتغي بها أحد جزاء ولا شكورا. نحن نتذاكر العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فجزى الله هذا الوزير خيرا وزاده توفيقا ووفق هذه الكتائب الطيبة المباركة التي تعمل معه في حقل الدعوة الإسلامية وتدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهم هؤلاء العلماء الأفاضل الذين يجلسون معنا والذين يعملون في وزارة الدعوة إلى الله عز وجل، وزارة الخير، وزارة الأوقاف، لهم شكر خاص للاهتمام بهذه المجالس. وأخص بالذكر في هذا المجلس أخي الأستاذ الدكتور الشيخ خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف، هذا العالم الهادي الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، والذي يعتبر جندياً من الجنود المخلصين للدعوة الإسلامية
ولوزارة الأوقاف ولمن يعملون في وزارة الأوقاف، كذلك الجنود المجهولون الذين ربما لا نسمع عنهم ولا نراهم إلا في ميادين العلم وفي ميادين الطاعة وفي ميادين العبادة، وهم الأستاذ الدكتور سعيد حامد والأستاذ الشيخ منتصر محمود والشيخ جمال إسماعيل والشيخ علاء سليمان، كما أخص بالذكر أخي الكريم العالم الفاضل الجليل خطيب هذا المسجد الشيخ علاء الله الجمال، والله إني أحبه وأشيد به وبطريقته في الخطبة وفي الدعوة إلى الله، وأحرص على أن أنصت إلى دعوته إنصافا خاصا وإلى خطبته كل أسبوع، وأشعر أنني أحصل عملا جليلا عندما أجلس في هذا المسجد المبارك وأستمع إليه وإلى الخطبة التي يقولها، وكذلك أيضا الشيخ الجليل العالم الكبير. هذا المسجد لا يضم إلا أكابر الدعاة وأكابر العلماء، ولذلك الشيخ محمد العدل يعتبر من هذه الكوكبة الطيبة المباركة، فزادهم الله توفيقا وزادهم فضلا ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ثم في النهاية أتذكر أن هذه النعم التي نعيش فيها، هذا العطاء الذي يعم بيوت الله عز وجل على مستوى أرضنا وفي كل ناحية من نواحي بلادنا، وهذا الاهتمام الخاص ببيوت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينم عن توجه صادق وتوجه أمين نحو دين الله الصحيح من هذه الدولة المباركة التي تعير بيوت الله اهتماماً خاصاً، والتي تهتم ببيوت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى الراقي الذي ترونه. وما كان هذا العمل ليتم لولا أن هناك اهتمامات عليا وتوجهات عليا نحو هذا الأمر المبارك الميمون الذي يخدم دين الله عز وجل ويحميه وييسر طرق وصول أحكامه إلى الناس بطريق آمن وبطريق صحيح. ثم أما بعد، فإن ذكر الله تبارك وتعالى من الأمور التي طلبها الله منا طلباً مؤكداً، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. فطلب الله منا أن نذكره ذكرا يتسم بالكثرة التي لا تنقطع، وأن يقترن هذا الذكر بالتسبيح الذي يتوزع آناء الليل وأطراف النهار، فلا يحرم منه زمان ولا يحرم منه وقت من الأوقات. هذا أولا. ثم إن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يبين لنا الذكر قال: ربط هذا الذكر بحركاتنا كما ربطه بخلق السماوات والأرض، فقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نلاحظ في هذا القول الكريم أن الله تبارك وتعالى ربط الذكر بخلق السماوات والأرض، فقال: إن في خلق السماوات والأرض، وليس ذلك فقط بل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا توزيع الذكر على الزمان وعلى المكان يدل على أن ذكر الله تبارك وتعالى مطلوب من الإنسان في كل وقت من أوقات حياته، لأن قول الله تبارك وتعالى كما قال العلماء: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، هذه الأحوال الثلاثة هي التي يدور عليها مدار عمر الإنسان، فالإنسان لا يوجد في حياته إلا أن يكون واقفاً في عمل أو طاعة أو عبادة أو قاعداً في ذكر أو سماع علم أو ما إلى ذلك من الأمور التي فرضها الله تبارك وتعالى، أو نائماً. وقد قال الفقهاء إن النوم رغم أنه عارض على الإنسان ويعتبر من عوارض التكليف، بمعنى أن النائم لا يتعلق بفعله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فجعل للنوم حكما، هذا النوم له أحكام فقهية كثيرة، فكأن الله تبارك وتعالى ربط بين ذكره وبين كل حركات الإنسان. فإذا سألت عن الذكر لا تقل إن له وقتاً محدداً، أو لا تقل إن له زماناً معيناً، ولكنه موزع عليك في كل أجزاء حياتك،
فأنت مطالب بأن تذكر الله تبارك وتعالى وأنت قائم في طاعة أو عمل أو سير أو أي عمل تقوم به وأنت قائم، وأنت مطالب بذكر الله تبارك وتعالى وأنت قاعد، وأنت مطالب بذكر الله تبارك وتعالى وأنت نائم. وإذا كانت أحوال الإنسان لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، فمعنى ذلك أن ذكر الله يجب أن يكون شاملاً لكل صغيرة وكبيرة من أمور حياتك. فلا يجوز أن تفكر فكراً أو تصن عملاً أو تخط خطاً إلا إذا كان ذكر الله تبارك وتعالى في عقلك وفي فؤادك وفي وجدانك. فالذكر عام، ذكر الله ليس له وقت، وإنما أنت مطالب بذكر الله عز وجل. وهذا المعنى يرتبط بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كأنني إذا أردت أن أصحح ميزان حياتي وأحرص تصرفي من الانحراف، فعلي أن أذكر الله تبارك وتعالى. فإذا هم الإنسان بمعصية وذكر الله تبارك وتعالى سيعينه الله عز وجل على أن يخرج عن من هذه المعصية وأن يبتعد عنها. ليه؟ لأنه إذا ذكر ربه تذكر أن هناك إله هو الذي برأه وهو الذي خلقه وهو الذي أنعم عليه بالقوة التي يسير بها إلى المعصية. ولا يجوز للإنسان أن يكون عاقاً يستغل نعمة الله التي أوجدها بين جنبيه فيما يغضب الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة. فكأن الإنسان مطالب بأن يذكر الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، كما أن النية مطالبة مطلوب شرعي في كل عمل يقدم عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معنى ذكر الله أنني وأنا أعمل في عمل أذكر أن الله تبارك وتعالى مراقب لي ومطلع علي. حين أذكر الله تبارك وتعالى وأنا أدرس أذكر أن الله عز وجل مطلع علي، فلا بد أن أخلص عملي لله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله يستلزم أن تكون مؤمناً بأنه يراك، وأنت إذا لم تكن ترى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يراك. إذا أنت جعلت هذا الأمر قانوناً لك، جعلت قانون الذكر نبراساً لحياتك وأسلوباً ينظم عملك ويهيمن على تصرفاتك وعلى حركاتك وسكناتك، فإنك لا بد أن تصل إلى طريق النجاح، ولا بد أن تكون محفوفاً برعاية الله تبارك وتعالى، لأنك في مع الله في معية الله. من يذكر الله تبارك وتعالى يكون في معية الله، الله يحميه ويحرسه ويرفع شأنه وذكره، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير في ملأ خير من ملأه. وبالتالي فضل الله تبارك وتعالى عليك في هذا الأمر. ما هو لون الذكر؟ بعض أسيادنا العلماء والشيوخ فهموا أن الذكر شامل لكل الحركات الظاهرة ولكل الأعمال الباطنة. نعم، هو شامل لكل هذه الأمور. ربما يكون الفهم أن أحبتنا في الطرق الصوفية بالغوا في حب الله تبارك وتعالى، وهذا شيء يمدحون عليه. بالغوا في حب الله عز وجل، فقالوا إن ذكر الله تبارك وتعالى كما يكون بالجنان يكون أيضاً بالأعضاء والأعمال. ولذلك تراهم يذكرون ربهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، فهم يقرنون حركاتهم المادية التي يتحرك بها الإنسان يمنة ويسرى ويربطونها بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا صح وهذا حق، وهذا شيء فيه قدر كبير من الصحة. وكذلك أيضاً ذكر الله عز وجل يجب أن يكون بالجنان، لأن الذكر إن الكلام لفي الفؤاد. أذكر الله، أنا أتذكر الله بقلبي، ومعنى ذكر الله بقلبي أن يكون هذا القلب مهيمناً على الحركات التي أعملها. فيبدأ الذكر بتفكر خشية الله تبارك وتعالى وتفكر خشية الله في القلب، ثم ينصب هذا العمل إلى التصرف، سواء كان هذا العمل عمل، سواء كان طاعة، سواء كان أداء لرسالة، أداء مهمة، سواء كان ذكراً لله عن اليمين وعن الشمال. فكأن معنى الذكر شامل لكل هذه الأمور، ومن ثم يجب على الإنسان أن يكون ذاكراً. اذكر الله في أي حال، اذكر الله في أي وقت، اذكر الله
وجهها في أي عمل تكون عليه، فالله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب رحمته، ويفتح لك أبواب الرزق، ويفتح لك أبواب السعادة، لأن من يذكر ربه في عمل من الأعمال لا يمكن أن يرده الله خائبا. من يذكر ربه في أي عمل من الأعمال لن يرده الله خائبا. وبالتالي اذكر الله حيثما شئت، اذكره يمينا وشمالا وعلى جنبك وأنت نائم، اذكره بقلبك، اذكره في نفسك، اذكره في كل عملك، فأنت مؤدٍ لهذه الفريضة التي طلبها الله عز وجل حين قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً. أنا لا أريد أن أطيل حتى أستمع إلى أخي العالم الجليل الداعية المبارك الكبير الشيخ خالد فيما يقوله في هذا الموضوع المهم، لأن الحديث في ذكر الله لا ينتهي، الحديث في عن ذكر الله تبارك وتعالى لا ينتهي، وهو يشمل مبتدأ حال الإنسان إلى أن يلقى ربه، مكان الفكر. ولذلك ربنا قال: ويذكرون الله قياما، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، كأن وقت الذكر، الصلاة لها وقت، والزكاة لها وقت، والحج له وقت، ولكن ما هو وقت الذكر؟ الذكر عبادة مطلوبة وممتدة في امتداد عمر الإنسان، منذ أن يولد الإنسان هو مكلف بذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا ربطه بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ليرشدنا إلى هذا المعنى. والإنسان إذا ذكر ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر الله في عمله بارك الله له في عمله. إننا مطالبون بأن نذكر الله تبارك وتعالى، بلدنا الآن في حاجة منا إلى أن نذكر الله تبارك وتعالى. لو أن كل واحد منا ذكر الله عز وجل لأخلص النية لله تبارك وتعالى ولاتجه إلى الله قصدا. من حرف داعية عن دعوته، ومن حرف إنسان عن عمله، لو ذكرنا الله تبارك وتعالى لتغيرت أحوالنا من حال إلى حال. علينا أن نذكر الله عز وجل، وكل إنسان في عمل مطالب بأن يذكر الله عز وجل في عمله وفي تصرفه وفي حركاته وفي سكناته. ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يتفضل علينا بنعمة ذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن الاستماع، وأقدم أخي العزيز العالم الجليل الداعية فضيلة الشيخ خالد، ويعذرني إذا كنت قد أطلت وأخذت بعضا من وقته، فأنا بحاجة إلى أن أستمع. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على كلمته الطيبة المباركة. وحقا ذكر الله لا ينتهي، والتي نحن في رحابها اليوم، السيدة نفيسة العلم، ذكر الله كان معها إلى آخر نفس. أليست هي القائلة لما جاءوا لها بطبيب وهي على فراش الموت، قالت: اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي. الله، اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي، زادني شوق إليه وغرامي ونحيبي. رضي الله عنها وأرضاها، وصلاة وتسليما على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن اليوم في اليوم الأول لهذا الأسبوع الذي عنونا واختارت له وزارة الأوقاف عنوانا تحت عنوان الفضائل، ومع فضل الذكر نعيش مع فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي العالم الجليل، أحد مفكري وقادة وزارة الأوقاف،
وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدتنا نفيسة وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين الأتقياء الأخيار. وبعد، فالشكر موصول لراعي هذا الحراك الثقافي في ربوع جمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على حضوركم وحسن استماعكم، والشكر موصول لشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حرصه وإدلائه بدلوه خلال هذا اللقاء الطيب المبارك. كما أشكر الصديق العزيز سعادة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، ولا أنسى أن أشكر زملائي العاملين بهذا المسجد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وبعد، فذكر الله عز وجل وصية الله لخلقه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأحبابه، كما جاء في الحديث: الرجل يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، فدلني على شيء أتشبث به أمسك فيه وأدوم عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وحياة الإنسان تدور بين ثلاث: إما أن الله عز وجل امتن عليك بنعمة فالواجب عليك أن تشكر، والشكر ذكر لله. وإما أن الله عز وجل ابتلاك محبة منه لك فينبغي عليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسترجع وأن ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا ذكر لله. وإما أن تكون حياتك بين طاعة ومعصية فأنت تحتاج إلى استغفار لله، والاستغفار ذكر لله. لذلك كما قال شيخي وأستاذي: ذكر الله على الدوام في كل حال، كما قال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يبقى في، ولذلك دائما ما نقول: هناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد. الذكر المقيد خلف الصلوات الخمس، عقب الصلوات الخمس. والذكر المطلق وانت خارج من البيت تذكر الله عز وجل، حينما تركب السيارة تذكر الله عز وجل، حينما تصل إلى العمل تذكر الله عز وجل، عند جلوسك على الكرسي في العمل تذكر الله عز وجل، عند ذهابك إلى الحقل تذكر الله عز وجل، عند حملك للفأس تذكر الله عز وجل، عند ذهابك إلى الجامعة تذكر الله عز وجل، عند ذهابك إلى المدرسة. وهكذا حياة الإنسان
تدور ينبغي للعاقل أن يستثمرها في طاعة الله بذكر الله عز وجل. ويقولون الذكر طريق يوصل إلى المذكور، الذكر طريق يوصل إلى المذكور. ده ربنا اللي قال كده، مش خالق صلاة فاذكروني أذكركم، ما ذكرتش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى الذكر طريق إلى المذكور. ويقولون من أعطيه، يعني ده ربنا من عليه بالمداومة على ذكر الله، من أعطيه وصل ومن منعه انعزل. يبقى عايز حبلك يبقى واصل بالله عز وجل، لسانك رطبا من ايه؟ ها؟ من ذكر الله. لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل يورث محبة الله، يورث معية الله، طريق إلى الجنة. تعال نشوف إزاي. زي ما قال أستاذنا، ذكر الله يورث معية الله. معية الله معك، توفيق الله لك، تيسير الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، رب العزة تبارك وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. طالما لسانك ينطق بذكر الله فمعية الله معك، تحرسك وتوفقك وتذلل لك الصعاب وتؤمنك من الخوف. أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. وبعدين شوفوا الذكر ده طريق للجنة على طول، ومن جبل الملائكة، ويذكرك الله عز وجل في من عنده. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف هذا الجمع الذي نحن بصدده فيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، هذا مجلس ذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. ويا سلام كده لما تقعد مع نفسك كده ويعني تندمج في طاعة الله بذكره بأسمائه وصفاته، والدموع تنزل من عينك، ده إحساس لا يوصف، وإنما يحس من الشخص ويستشعر. لكن شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوي فينا هذا الوازع، يريد أن يحببنا في هذه الصفة وهذه القيمة العظيمة، فيقول: سبعة يظلهم الله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلهم. يقول لك: شاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وبعدين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أشفتوا نتيجة الذكر؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الله يكون بتلاوة القرآن. تلاوة القرآن ذكر، ده أعلى مراتب الذكر. ذكر الله يكون بتلاوة القرآن، يكون بالتسبيح، يكون بالتحميد، يكون بالتمجيد، يكون بالتكبير، يكون بالتهليل، يكون بأي صفة من صفات الله. ورجل ذكر الله خاليا، ده فين؟ انتوا عارفين يوم الحشر ندعو الله عز وجل ان ينجينا من اهواله. بعض اهل العلم يقول لك من كثرة ما فيه من اهوال البعض يطلب من الله ان يصرفه من هذا
الموطن ولو إلى النار والعياذ بالله. هنا في هذا الموقف هناك أناس يميزهم الله، ينادي عليهم المنادي، هلموا إلى ظل الله. يبقى سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ها فإيه ففاضت عيناه. خلي بالك وانت تعبان وبتسبح، ولا وانت تعبان وبتقرأ القرآن وغيرك نايم او غيرك لاهي، لا يستويان. عارف ليه؟ لأن الله عز وجل هو الضامن للأجر والثواب الخاص بذكره تبارك وتعالى. تخيل مين الضامن للأجر والثواب؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مالهم دول يا رب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من الذي أعد؟ تخيل أن الذي خلق الجنة هو الذي أعد. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثوابك مضمون، معية الله لك مضمونة، الطريق إلى الجنة مضمون، ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأرباب، وأن يصلح لسانك دائما بذكر الله عند الرضا وعند الغضب، كما قال رسول الله: عجبا لأمر المؤمن، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محرما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. قولوا آمين بقلب خالص. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا مننا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. اشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، على هذه الكلمة الطيبة العطرة التي حدثنا فيها عن فضل ذكر الله عز وجل. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من رحاب نفيسة العلم، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في أول أيام هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، بعد أذان العشاء نواصل تقديم هذا اللقاء، والآن يرفع أذان العشاء من هذه الرحاب الطاهرة، يرفعه فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن رفع فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان أذان العشاء من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، سنواصل هذا اللقاء، وبعده نصلي العشاء، ثم نصلي صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولجميع موتانا الرحمة والمغفرة، اللهم آمين. أيها الأحبة، حديثنا كان اليوم حول فضل الذكر، وما زلنا مع الذكر، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشركم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. المولى يقول: ادعوني أستجب لكم. فالآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما سبحانه
وبحمده سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده ستنا فين؟ ها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد آتانا بالرسالة المظلل بالغمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي الكرام فله منا الدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، لهذه الأدعية والامتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي في أول الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. حتى نلقاكم أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.